ينظر إلى السياسيين الذين كانوا في حركات إسلامية. ما إن تسقط الحركة أو تقمع أو تضرب أو يسجن دعاتها حتى يتملصون منها، أصيبهم في الموائد المستديرة، الحركة الفلانية أخطأت في كذا وكذا ولم تصب في كذا وكذا، الحركة الفلانية استعجلت الأمر قبل أوانه فابتليت بحرمانه كذا كذا، يعني كذا. وفي الحقيقة هم عندما كانت الحركة في أوجها وفي امتدادها وفي انتشارها ولها صولة وجولة ما كان واحد فيهم يستطيع أن يتحدث، لكن عندما أسقطت مش سقطت، وعندما أجهض عليها يتملصون منها. واحد يولي في صف السلطة، واحد يقول لك أنا انشققت على هذه الحركة، واحد يولي كأن السلطة التي طموا في أحضانها أو كأن هؤلاء الذين انشقوا عليهم هم الظالمين، وينسى بأن الحركات السياسية ومنها الإسلامية لا يمكن أن نحكم عليها إلا في ظل حكم يسمح للجميع بالكلمة ويسمح للجميع بالنشاط ويسمح للجميع بالتحرك، ولذلك تنشأ نشأة سوية ليس فيها عيوب وليس فيها عراقيل. وليس الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي كلها نشأت في ظل الدكتاتورية والقمع، ونشأت تحت في دهاليز السرية، ودهاليز السرية يحدث فيها ما يحدث. كان الواجب أن يقال لا تحكم على أي حركة حتى توفر لها الحرية التامة، ويكون الحاكم مستعد أن يقبل بنتائج الانتخابات وصناديق الاقتراع، لا أن ينقض عليها ويقتل من يقتل ويسجن من يسجن ويقوم بانقلاب عسكري. هذه لا يتحدثون عليها، كلها الحركة الإسلامية التي أخطأت، ليس الحكام، ليس الجنرالات، ليس المخابرات، لا، نحن الذين أخطأنا وليسوا هم. قلت لأحدهم في يوم من الأيام، قال لي أحدهم: أنتم لا تعرفون السياسة. قلت له: تفهمني يا سيدي، علمني مما علمك الله. قال: السياسة لا بد تمشوا كذا وتعملوا كذا وتعملوا كذا. قلت له: والنظام ما رأيك فيه؟ قال لي: هذا نظام، لا يحب يقعد في الحكم، لازم يدير لكم المشاكل. قلت له: في أوروبا هل رأيت نظام في أوروبا يسمح بالتعددية ويدير لها مشاكل؟ ينافسها لكن لا يمنعها من حقوقها، لا يقمعها، لا يتجسس عليها، ينافسها شيء طبيعي. لكن هؤلاء يحولون التنافس السياسي إلى صراع سياسي وصراع دموي. عند ذلك قلت له: لا يمكن. وضربت له مثال، كان أمامنا، يعني أكرمنا أحد الإخوة بقهوة ولاتاي، قلت له: هذا اللاتاي والقهوة إذا أردنا أن نوزعه لهؤلاء الإخوة، هذا يأخذ كأس يشرب قهوة وهذا يشرب لاتاي وهذا كذا، ونأخذ الصينية. واحد يدغدغ فيا، قلت له: توصل الصينية ولا ما توصلش؟ قال لي: ما توصلش. هي دغدغ، واحد يطيح وقع الكيسان. قلت له: لو كان واحد ما يدغدغنيش وما يضايقنيش وصل الكاس، هو ساعات إنسان ما يدغدغوش ويطيح الكاس. إذن قلت له: نحن لابد أن تعرف، مش الجزائر برك، في العالم العربي والعالم الإسلامي لا يتركون تعمل بحرية، وعندما تفتقد إلى الجو نتاع الحرية تفتقد إلى العمل براحة. الناس يخدموا يقول لك: وقتاش يديونا؟ وقتاش يسجنونا؟ عندنا مخابرات، اخترقوا لنا الحزب، دخلوا لنا كذا،
عملوا لنا كذا، قلتوا هذه الأشياء كلها لا. إذن إخوتي في الله تبارك وتعالى، أحببت فقط أن أقول إن الدعوة إلى الله أفضل المقامات عند الله، بدليل قوله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ولكن الدعوة ينبغي أن لا تحصر في جانب من الجوانب، فكل يدعو إلى الله عز وجل في جانب من الجوانب وهو داعي إلى الله عز وجل، وكل ميسر لما خلق له. ولذلك كان فضل الحاكم عظيم. لماذا؟ لسبب واحد. السبب الواحد أنه يقوم برعاية أمر العامة في دينها ودنياها. ولذلك قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بماذا بدأ؟ بدأ بالعبادات الفردية، بدأ بالأخلاق الفردية، بدأ بالسلوكات الحسنة، بدأ إمام عادل. وها هي كتب التفسير وشراح الحديث، وانظروا لماذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بإمام عادل ثم جاء برجل تصدق ورجل التقى في الله وافترق عليه ورجل دعته امرأة إلى آخره ورجل أنفق بيمينه إلى آخره. أعرف الحديث النبوي الشريف. هذه نقطة حبيت نتكلم فيها.